نزار صار لك ساعة عم تنشيني، ممكن أعرف لوين أخذني؟ رامي مو بيت أبوي. امشي لك، خلينا نرجع على البيت، تعبت. طيب عبير، أنا جبتك لهون وحابب أحكي معك كلمتين، ممكن؟ ليه شو هالحكي؟ ومن أمتى بدك إذن لحتى تجي وتحكي معي؟ هالمرة يعني هالمرة الكلام غير شكل. إلا أشوف نزار، يعني إذا كان بالفرنسي أنا ما بفهم، لأنه لغتي الثانية هي إنجليزي، فاريت تحاكيني بالعربي لأني بفهم أكثر. بالعربي وبلا أي مقدمات، أنا بحبك وبدي أخطبك. شو قلتي؟ عم فكر باللي قلته، ما بيطلع لي؟ عن جد؟ يعني أنت ممكن تفكري بهيك موضوع؟ شايف؟ هي أنت مستغرب أني أنا حاولت فكر بالموضوع، حتى مالك مصدق أني أنا ممكن فكر فيه. شو يعني؟ شوف نزار، أنت من شوي فنجرت لي عيونك وحاكيتني بصراحة، وأنا رح أعمل نفس الشيء، أنا كمان رح أحكي معك بصراحة. نزار أنا بحبك، يمكن أكثر ما أنت بتحب، بس أنت العاطفة اللي بيناتنا فهمانا غلط. أنت ورامي بالنسبة إلي مثل إخواتي. تعرف شو يعني إخواتي؟ بعرف. أنا مالي زعلانة منك نزار، أنا قلت لك إني أنا بحبك وبيهمني أمرك ومستقبلك. حتى رامي لو إجا وحكى معي بنفس الموضوع كنت جاوبته هيك يمكن أكثر، بس أنا رح أقول لك إنه ضل بتحبني، بس حبني مثل ندى. إيه؟ أنا يعني أنا كان قصدي. خلص ما تقول شي. صحيح نزار، أنا كنت بدي أقول لك إنه أنا بحبه لبسام، وماني مستعدة أرتبط بحدا إلا ببسام، شو رأيك؟ طيب هو بيحبك؟ ما بعرف، بس إذا إجا شي يوم طلب إيدي منك أوعك تقول له لا. إذا ما بتواجهيني هلأ بعمرك وقت تشوفي وشي. شو بدك مني؟ أنت ما في شي بيني وبينك، أنت بحالك وأنا بحالي. ريلي ليش زعلانة؟ يا الله يا الله ما أبردك، لهلأ ما بتعرف ليش زعلانة؟ إذا في شي لازم يكون بيني وبين عمتك، هي اللي لازم تزعل. والسر اللي حضرتك ما قدرت تحتفظ فيه؟ مشان الطير شفته وتفاهمت معه، بعدين أنا ما حكيت عنه شي إلا بعد ما عرفت عنه كل شي. شو عرفت؟ عرفت انه مو رئيس عصابة بيخطف الناس مثل ما صورتي لي اياه. منين جبت هالمعلومات؟ سألت عنه كمال وقال لي كل شيء. ليش كمال بيعرف؟ كمال بيعرف كل شيء عن الطير، بس ما بيعرف مين هو. وحضرتك قلت له مين هو؟ لا لسه، بس ناوي اقول له. استرجي. طب وليش خايف عليه وما بدك حدا يعرفه؟ اذا هو مو خايف عليك وما بيهمه امرك. ليك بسام، اوعك تزرع الشوك بيني وبينه لانك ما بتعرف شي. انا بعرف كل شي، ومبارح كان عندي الطير بالمكتب وحكيت انا وياه عنك، وقال لي ما دخلني فيها ما بيهمني امره. ها وشو المناسبة ليقول لك هيك؟ كانت مناسبة سعيدة. طلبت ايدك منه. بسام ما في فايدة، انا مالي موافقة. ايه مثل ما بدك، خاطري. بسام هلا جبتني لهون مشان تقلي انه رفضتها. لك هي ما رفضتني، بس قال بدايني حبها مثل ندى. ليه عم تضحك؟ في شي بيضحك؟ اسف ما قصدت، بس يعني لازم تتوقع هيك جواب. قوم ما تزعل. انا ماني زعلان، بس انا خجلان من تصرفاتي. يا رامي والله العظيم انا بحبها، وبخاف لما بفكر انه بده يجي يوم ما اشوفها فيه. وانا مثلك بحبها وبخاف عليها وبتمنى اشوفها سعيده، بس ما بسترجي اخطبها. ما انا هذا اللي مجنني، وماني عارفها شو نوع الحب. هي انت فهمت القصه وما غلطت مثلي. مين قال لك؟ لما قلت لي انه بدك تخطبها حسدتك، وتمنيت تكون عندي نفس الشجاعه تبعك، وزعلت يعني زار من كل قلبي
لأنه رح تكون إلك، إلك لحالك. طمن، هي ما رح تكون لا إلي ولا إلك. قال بتحب بسام وبدها تاخده. هيك أحسن، هيك بتضل إلي وإلك، بتضل رفيقتنا وأختنا. قوم 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 خلينا نمشي. مين يتطلع بعيوني؟ حس إنه عم بيحرق. كانت شخصيته تسحب روحي وتاخدها. كان يتعذب، كنت أتعذب أنا كمان. بعرف ما كنت أقدر أستوعب الدروس. بس أنت طول عمرك شاطرة. هو السبب. وقت ما كان ينجح بالجامعة ويترفع كنت أحس أنه أنا لازم أركض لحتى سابق الزمن، لازم أثبت له أني أنا جديرة فيه. عم تشبك، ليش عم تبكي؟ عم ببكي على حالي، عم ببكي على أيامي اللي جاي، عم ببكي من خوفي. كلهم عم يحاولوا يقتلوني، عم حس انه كأنهم جلادي وجايين يقتلوني. مين هنن؟ جدك، أمك، أبوكي، قرايبينك، وهلأ طلع لي بسام. عم بيخوفوكي، ليش؟ لأني تعيسة، قضيت عمري كله وأنا ضايعة، مدفونة بالحياة. جوزوني وأنا طفلة صغيرة، كان عمري 17 سنة. عشت مع جوزي 10 سنين، 5 سنين منهم وأنا محبوسة بالبيت لأنه ماله فاضي، و5 سنين ممرضة. عمتي، عمتي ببوس إيدك، لا تبكي. تركيني ابكي يا عبير، تركيني ابكي. طيب ليش شو البكي؟ انا وياكي عايشين احلى حياه وما ناقصنا شيء. انا وياكي لانه انا وياكي، ورح نضل طول العمر انا وياكي. يا ريت، يا ريت يا عبير. انا اللي لازم ابكي، انا ما بقدر اعيش بلاكي ولا لحظه. وسام ناخدك معنا. ما بقدر أنا يا عبير، مثل السمكة إذا بتطلع من المي بتختنق. أنت وهالبيت ما بقدر أعيش بلاكم. طيب بنقعدوا معنا بعدين. ليش عم نفكر هلأ بهالحكي؟ بكير. يلا تقبريني، قومي نامي. يلا صباحي على خير. أنت بخير. كيفك يا حلوة؟ تروحي معي مشوار؟ ما بدي، ما بطلع بهي السيارة المهرهرة. اشرفي بلا منفخة. عم قلك ما بدي، مستحيل اركب فيها. روح جيب لي سيارة مثل العالم والناس. هاي سيارة جدك شاكر، يعني فيها ريحته. تفضلي. يا حبيبي. أنا؟ عم بحكي عن جدي شاكر. شو لهلأ ما رحتي؟ مالي رايحة. ما عندك جامعة اليوم؟ عندي بس ما بدي روح. بلا دلع. ايه؟ عمتي بدي منك شغلة. هي أول مرة بتقولي بدي. بس شغلة كبيرة. ها قديش يعني؟ بدي سيارة. سيارة؟ مرة واحدة؟ معنا مصاري؟ معنا كتير. روحي طالع شهادة سواقة لحتى اشتري لك سيارة. ما بدي اياها الي. لكلمي. لبسام. نعم؟ لبسام؟ وشو دخلنا لحتى نشتري له سيارة؟ لا عمتي، يعني هي الي وإله. ما فهمت. بسام كل يوم عم يروح يجيبني من الجامعة بالسوزوكي، والله عم بستحي اركب فيها. ما في. لبسام ما في. أنا ماني مستعدة أدفع مصاري مشان أشتري له سيارة. طيب، طيب عمتي أنت اشتري لها للمعمل وسميها لبسام. بأي صفة؟ شلون اشتريتي سيارة لخالد؟ خالد مدير المعمل. أيوة بس
بسام المدير الفني؟ لبسام ما في. إذا أنت بدك سيارة هلأ بجيب لك إياها. لا خلص ما بدي، لا تسأل، خلص لا تجيبي شيء. عبير تعالي رح أجيب لك سيارة، بس في إلي شرط. شو هو؟ تتسجل السيارة باسمك ويوصلك كل يوم فيها على الجامعة. طيب مشان شغله؟ شغله ما بيهمني، يتأخر لساعة باليوم، شو المشكلة؟ خلي لي ياكي.